السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أحمد العربي، وحضراتكم بتتفرجوا على قناة العربي Learning Solution، وده كورس Learn Python Programming Step by Step. ده الجزء الثاني في التعامل مع النصوص أو السترينجز. شفنا مع بعض المرة اللي فاتت إزاي أقدر أستخدم لين وإزاي أقدر أستخدم مين find. طيب أنا دلوقتي حضراتكم عايز أعرف زي ما اتفقنا ده إيميل ولا لأ، فقلنا إن أنا بدور فيه على حرف مين، على حرف الاد. عندي بوليسي بتقول، او انا وانا بكاريت الايميل بتاعي او انا كشركة عندي بوليسي بتقول ما ينفعش يبقى عندي اتنين اد في الايميل. ما ينفعش عندي اتنين اد يا جماعة في الايميل. طب ليها ازاي ديت؟ يعني معنى كده ان انا عايز ادور على الاد وفي نفس الوقت اعد فيه كام اد عندي في النص بتاعي. لو لقيت اكتر من اد هقول له لا ما ينفعش. طب اعملها ازاي دي؟ مبدئيا قال لي في حاجه موجوده مع المتغير اسمها count. تعالوا نقول يا جماعه دوت count هتدور على مين؟ هدور على الاد اشوفه موجود كم مره. run قال لي ده موجود مره واحده. طيب لو انا عندي اد تاني موجود مرتين، فاقدر اكونت الكاركتر دوت موجود كم مره في السترنج بتاعي، وعلى اساسه ابدا اخد او اعمل اللي انا عايزه بقى. فكاونت بتقدر تفايند الكاركتر اللي موجود وتقول لي هو موجود كم مره، فين كم مره في السترنج بتاعي دوت. ماشي يا جماعه، عندي متغير اسمه نيم. النيم ده يا جماعه عارض الاسماء. فعندي بوليسي بتقول لا يا جماعه المفروض اول حرف في كل اسم يبقى عندي كابيتال. اول حرف بس يا جماعه في الاسم يبقى عندي ايه مكتوب كابيتال. طب الراجل بيدخل عندي الاسم اللي موجود وهو بيدخله براحته يعني. فانا عايز لما اجي ابدا اعرض اول كاركتر موجود عندي في الاسم يبقى يا جماعه كابيتال. طب اعمل ايه؟ قال لي بص في المتغير بتاعك اللي اسمه النيم ايا كان المتغير طبعا دوت كابيتالايز. كابيتالايز يا جماعه ميثود او فانكشن مهمتها تخلي اول كاركتر عندي كابيتال. تعالوا نرن كده، اول كاركتر عندي يتحول ليه يا جماعه لكابيتال. حتى لو كان فيه في الاسم 100 الاسم مثلا بتاع مكون من اكتر من مقطع هي ملهاش دعوه الا بمين اول كاركتر بس. يعني لو جيت حضراتكم كده قلت له هنا احمد العربي والترن اول كاركتر يا جماعه بس. فكابيتالايز بتخلي اول كاركتر عندي في السترنج بتاعي يبقى يا جماعه يبقى كابيتال. طيب لو انا عايز بقى كل الحروف اللي موجوده عندي في النص بتاعي تبقى كابيتال اعمل ايه؟ بسيطه، قال لي روح اقول له الفاريبل بتاعك دوت ابر. ابر يا جماعه يعني خلي كل الكاركتر بتاعتي اللي موجوده كل حروف اللي في الكلمه تبقى كابيتال. run عرضها كلها يا جماعه كلها كابيتال. انتوا عارفين طبعا ان لو عندي برنامج اكيد لو البرنامج دوت هو برنامج تجاري وببدا اشتغل عليه فان بيكون لي يا جماعه باسورد يوزر نيم. طيب انا عندي الراجل بيدخل اليوزر نيم بتاعه، انا عايز ابدا اسيرش على اليوزر نيم. فانا عايز اقول يا جماعه والله اليوزر نيم اللي موجود يبقى كله سمول، مفيش حاجه فيه تبقى كابيتال. طب انا مش هحكم ادخالات الراجل من بره، الراجل هيدخل زي ما هو عايز، بس انا عايز احفظها في الداتابيز تبقى كلها يا جماعه تبقى كلها سمول، بحيث ان انا لما اجي اسيرش اعرف اجيب النتائج بتاعتي يا جماعه بسرعه. طب اعملها ازاي ديت؟ اولا لو انا عندي نص، تخيلوا حضراتكم النص ده عامه كده لو هو كله كابيتال. قال لي عندك ميثود موجودة لو قلت له المتغير بتاع اللي اسمه يوزر نيم دوت لور. لور يا جماعة هتخلي الحروف بتاعتي كلها تبقى سمول، كلها يا جماعة سمول. حتى لو انا عندي مثلا سي اول حرف بس هو اللي كابيتال اهو، ملهاش علاقة برضه هتعرض كله يا جماعة
هتعرض كله سمول عندي. عندي يا جماعه متغير اسمه نيم، المتغير دوت هو عباره عن الاسم. فعندي البوليسي بتقول ما ينفعش اسم العميل يبقى فيه ارقام، يخش ارقام. طب اعرف منين اللي دخل دوت ارقام ولا حروف؟ فمثلا الراجل جه دخل لي كده، جه قلت له دخل اسمك، فراح مدخل لي 12. فعايز اتاكد قبل ما احفظ النيم في الداتابيس ان هو مش ارقام ده هو حروف. قال لي بسيطه، روح على المتغير بتاعك اللي اسمه نيم. قلت له تمام. قال لي دوت از ديجيت. دوت از ديجيت يا جماعه دي فانكشن موجوده، ميثود موجوده مع البايثون. لو اللي داخل عندي هو عباره عن ديجيت ارقام هيديني ترو، مش ديجيت هيديني يا جماعه فولس. ران كده قال لي اه والله ترو، ده الراجل دوت دلوقتي اللي دخله دخل ديجيت، فما ينفعش احفظه فين؟ في الداتا بيز عندي. طيب لو جيت قلت له مثلا اللي دخل احمد وجيت اعمل ران، قال لي يا جماعه فورس، يعني دخل عباره عن ايه؟ عن كاركتر مش ديجيت. فعندي فيلد نيم عايز اعمل له فاليديشن ما دخلش فيه ارقام، فبستخدم مين يا جماعه؟ از ديجيت عشان تتشك على اللي داخل. لو اللي داخل رقم هترجع لي ترو، لو اللي داخل حروف هترجع لي يا جماعه هترجع لي فورس. طبعا يا جماعه على النقيض تماما، لو انا عندي فاريبل اسمه ايدج، والايدج ده يا جماعه عايز اتاكد طبعا البوليس بتاعتي بتقول الايدج ما ينفعش يخش فيه كاركتر، فعندي حضراتكم مع الفاريبل اللي اسمه ايدج ممكن الاقي عندي حضراتكم ميثود او فانكشن اسمها دوت از الفا. فدي حضراتكم لو انا قلت له مثلا والله خلي بالك انا داخل في الايدج احمد هيرجع لي يا جماعه؟ بالطبع هيرجع لي ترو. طب داخل عندي 45 او 24 هيرجع لي يا جماعه؟ هيرجع لي فولس. فلو رجع لي فولس عرفت اللي داخل عندي ارقام، لو رجع لي ترو عرفت اللي داخل عندي يا جماعه داخل عندي كاركتر. اتمنى السيشن بتاعت النهارده تكون عجبت حضراتكم. لو عجبك الفيديو دوس اعمل سبسكرايب في القناه واضغط على زر الجرس عشان يوصل حضرتك كل مو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.